بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فبدأ ذي بدء أشكر إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي وأبنائي وبناتي في العالم الإسلامي وفي غيره على إحسانهم الظن بشخصي الفقير لله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. ثم أردت توضيح بعض الأمور في عجالة. أولا، أرجو أن تبقى الحادثة عفوية كما كانت عفوية في لحظتها وآنها. ديننا أمرنا بالرفق واللطف بالحيوانات وبغيرها من المخلوقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المخلوقات الرقيقة الطيبة الجميلة: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. كانوا يطوفوا في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحسن لهم الصحابة، هذا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني، أوضح بأنني لم أصرح لأي وسيلة إعلامية ولن أصرح، يعني ما كانش أمر الذي يصرح به، الأمر عادي وعفوي إن شاء الله تبارك وتعالى. أوضح توضيح آخر بالنسبة لمن ينتحل اسمنا ومن ينتحل الصفة الشخصية لنا، بأن هذا الأمر حسابه عسير عند الله تبارك وتعالى. وأؤكد أي إنسان يدير صفحة باسمي، والله حساب في الفيسبوك، والله في تويتر، والله في تيك توك، والله في إنستغرام، بأنني لا أسامحه عند الله، والله العظيم لا أسامحه عند الله. لأنه على بالكم انتحال الشخصية راه حرام عند ربي تبارك وتعالى، وممنوع في القانون الجزائري وفي كل قوانين الدولية، وأيضا حتى في القانون لا نسامحه. يعني أرجو أن كل إنسان ينتحل شخصيته وينتحل صفته، هذا أمر راه ممنوع شرعا وقانونا. وربي يدوم من محبة بيناتنا إن شاء الله، ربي يحفظكم من كل سوء ومكروه، وربي يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. يقول الله تبارك وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يثبتنا على الإسلام، وأن يحفظ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ المسلمين ويمتعهم بالصحة والعافية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أؤكد أنه عندنا صفحة رسمية فقط، صفحة رسمية للقارئ وليد مهساس، هذه اللي رانا نبثوا فيها الآن، واللي رانا نبثوا فيها التراويح والدروس كل ليلة منذ سنوات، فقط عندنا هذه وفقط، أي صفحة أخرى راهي مكذوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.